السلام عليكم، أرحب بكم أصدقائي في حلقة جديدة من حلقات قناتكم بأم شان. قبل أن نبدأ، إن كنت أول مرة تشاهد قناتنا فلا تتردد في الضغط على زر الاشتراك وتنضم إلى عائلة بأم شان. وإن كنت من أوفياء القناة، المرجو الضغط على زر الإعجاب لكي نستمر في تنزيل دروس وتمارين أخرى. تأكد أن معك دفتر وقلم ولنبدأ على بركة الله. نرحب بكم إخواني أخواتي مجددا في تتمة ديال الفيديو اللي سبق. بالنسبة للإخوان اللي كيشوفوا هذا الفيديو أول مرة، غادي تلقاو إن شاء الله البداية ديال هذا الفيديو في لا ديسكريبسيون باش يقراو لي نونسي ديال ليكزارسيس ويتبعوا معنا إن شاء الله لا كوريكسيون. دونك الى بقيتوا عاقلين إخواني، كنطلبوا منا في لا كيسيون الاولى ريبريزونتي دونك سوميرمون باردون لو سيكل سور ان ديغرام دو كلابيرون. Donc déjà, le diagramme de Clapeyron ou le diagramme PV, il y a l'axe des X, il y a le volume, il y a l'axe des ordonnées, il y a la pression. Donc, on a les transformations. Donc, la transformation de 1 à 2, de l'état 1 à l'état 2, il y a une transformation ou là, une compression adiabatique. Donc, on a une compression adiabatique, il y a une augmentation de la pression, qui est marquée là. Donc, on a donné واحد لا فالور ديال لا بريسيون هنايا ولا بريس ولا كومبريسيون دونك يطلع لي هاد لا فالور هادي حتى لطا 2. دونك كومبريسيون ادياباتيك يعني لا بريسيون اوغمونت وعندنا لو فوليوم ديمينو. داكور دونك كنا في لو فوليوم في 4 غادي نوليو في لو فوليوم في 2. دونك هادي هي كومبريسيون ادياباتيك. من لطا 2 لطا 3 عطاونا ديلاتاسيون ا بريسيون كونستانت. داكور دونك هنايا غيتكون عندنا اون اوغمونتاسيون ديال لو فوليوم ولكن لا بريسيون غادي يبقى كونستانت، يعني غادي يكون عندنا غير واحد لا ديلاتاسيون ولا بريسيون ديالي ما كيتغيرش. دو ليتا 3 الى ليتا 4 عندنا ديتونت ادياباتيك. دونك ملي كنسمعوا اخواني اخواتي ادياباتيك، يعني قلنا ما كاينش واحد لي شونج ولا ما كاينش واحد لي شونج ديال لو ترانسفير تيرميك ما بين لو سيستيم و لو ميليو اكستيريور. دونك ديتونت يعني غادي يكون عندي واحد لا ديمينوسيون ديال لا بريسيون وعندنا اوغمونطاسيون ديال لو فوليوم. Ou de l'état 4 à l'état 1, adna refroidissement à volume constant. Donc, nous avons maintenant un rapport de la diel de les 4 transformations canoades. Ou bien sûr, les gens qui ont été échelés dans ce rapport, ils peuvent laisser les commentaires en dessous de la vidéo, inshallah, et nous allons essayer de expliquer les échelons dans ce rapport. Donc, adna compression adiabatique. Dilatation à pression constante, il y a dilatation isobare, adna détente adiabatique ou adna refroidissement à volume constant. Donc, on a les quatre transformations, les trois bonnes anana nasmohom, flibidaya diel timonim. Donc, on a fait la question, les trois bonnes anana nhadidoufiha, la pression, la température ou le volume, chaque état. D'accord. Donc, on va lire la question, donner les expressions de la pression, du volume et de la température pour les états 2, 3 et 4 en fonction de P1, V1, T1, A et B et calculer numériquement ces valeurs. Donc, on va les paramètres, les radin haoudou, inchallah, nous calculerons. Donc, pour nous, on va lire l'état de l'état 1 à l'état 2. On va lire le diagramme maintenant une compression adiabatique. يعني نقدر نخدم لي زيكواسيون اللي كنا شفناهم في لو رابيل في لا فيديو اللي سبق. دونك الا خدمت اخواني اخواتي لا كيسيون باردون ليكواسيون اللي كنعرفها اون فونكسيون دو لا بريسيون اي دو فوليوم، يعني بي 1 في 1 على بيسونس غاما كتساوي لنا بي 2 في 2 على بيسونس غاما. اذا غيكون عندي لا بريسيون بي 2 ايغال بي 1 في 1 على في 2 لو تو على بيسونس غاما. ولا بقيتو عاقلين اخواني اخواتي، في 1 على في 2 كانت هي بوتيتا، وبالتالي نقدر ندير اون ابليكاسيون نيميريك. غادي نطلق انا لا بريسيون بي 2 ايغال 2,167 فوا 10 لا بيسونس 6 باسكال. دونك هذا بالنسبه لا بريسيون في ليطا 2. بالنسبه لو فوليوم كنعرف ان بوتيتا ايغال في 1 على في 2. في 2 في هذه الحاله غادي يساوي لي في 1 على ا. غادي نخليو هاد ليكواسيون اخواني اخواتي على جنب ونمشيو نحددو لو فوليوم في 1 لاننا ما كنعرفوش لو فوليوم في 1. دونك كنعرفو ان بي في بي 1 في 1 ايغال ار تي 1 لان ان اللي كيكون في ليكواسيون ايغال 1
لان في لونسي قالوا لنا عندنا 1 مول دو غاز بارفي، وبالتالي لو فوليوم في ان غادي يساوي لي ار تي ان على بي ان. ونديروا لنا ابليكاسيون نيميريك غادي نتلقى ان لو فوليوم في ان يقال 0.025 متر كوب، دونك هذا لو فوليوم في ان. غادي نعوض هاد ليكسبرسيون في ليكواسيون الثانيه ديالي لانني كنبحث على لو فوليوم في 2. دونك في هذه الحاله اخواني غادي يكون لو فوليوم في 2 ايغال ار تي ان ديفيزي على بوتيتا فوا بي ان. ونديروا لنا ابليكاسيون نيميريك غادي نتلقى ان لو فوليوم في 2 ايغال 2.77 فوا 10 على بيسونس موان 3 متر كوب. دونك كما كتلاحظوا اخواني اخواتي هو مجرد ابليكاسيون ديال لي زيكواسيون اللي كنا شفناهم في لو بوتي رابيل ولا اللي كتعرفوهم انطلاقا من لا لوا دو غاز بارفي ولا لي زيكواسيون اللي كنا ديمونطرينا عليهم سابقا. وبالنسبه اخواني اخواتي لا تمبيراتور تي 2 غادي تكون بنفس الطريقه بي 2 في 2 ايغال ار تي 2. وندير اون ابليكاسيون نيميريك من بعد ما غادي نعوض لو فوليوم في 2 بالاكسبرسيون ديالو غادي نتلقى ان تي 2 ايغال تي 1 فوا ا على بيسونس غاما موان 1. وندير اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلقى ان لا تمبيراتور تي 2 ايغال 722.5 كيلفي. دونك هذا بالنسبه لي زيتا 1 et 2. بالنسبه لطا 2 et 3 عندنا لا ديلاتاسيون ايزوبار. دونك قلنا اخوان اخواتي ايزوبار يعني ان لا بريسيون بي 2 غادي يساوي لنا بي 3. دونك كنعرفوا ان لا بريسيون بي 2 ايغال 2.167 فوا 10 على بيسون 6 باسكال انطلاقا من لا بروميير بارتي. اذا بي 3 غادي يساوي لنا نفس لا فالور لان عندنا اون ترانسفورماسيون ايزوبار. بالنسبه للفوليوم في 3 عطاونا في لونسي ان بي تي بي ايغال لو رابور انتر لو فوليوم في 4 اي لو فوليوم في 3 داكور اللي كيساوي لنا في 1 على في 3. علاش؟ لان ما بين ليتا 1 و ليتا 4 اخوانا اخواتي عندنا واحد لو رفواديسمون ايزوكور يعني لو فوليوم في 1 ايغال لو فوليوم في 4. وندير اون ابليكاسيون نيميريك لانني كنقلب على لو فوليوم في 3 كنعرف لا فالور ديال بوتي بي وكنعرف لا فالور ديال لو فوليوم في 1 انطلاقا من لا بروميير بارتي. كذلك غادي نتلاقى ان لو فوليوم في 3 ايغال 8.34 فوا 10 على بيسونس موان 3 متر كوب. بالنسبه لا تمبيراتور غادي نخدم لا لوا دو غاز بارفي بي 3 في 3 ايغال ار تي 3. وندير كذلك اون ابليكاسيون نيميريك اكزاكتومون كيما ليتا لي حسبناها قبل وغادي نتلقى ان لا تمبيراتور تي 3 ايغال 2176 كيلفين. دونك بالنسبه لا ديتونت الديابوتيك اللي عندنا ما بين ليتا 3 وليتا 4 غادي ندير كذلك اون ابليكاسيون ديريكت ديال لي زيكواسيون بي 3 في 3 على بيسونس غاما ايغال بي 4 في 4 على بيسونس غاما. ومن بعد اون بيتيت ديمونستراسيون غادي نتلقى ان لا بريسيون بي 4 ايغال 4.65 فوا 10 على بيسونس 5 باسكال. بنفس الطريقة بالنسبة لا تمبيراتور عندي بي 4 في 4 ار تي 4 ونخرج لا تمبيراتور تي 4 ايغالا 1396 كيلفين. دونك بالنسبة اخواني اخواتي لا بريسيون لو فوليوم لا تمبيراتور كنظن ان ما كانش شي اشكال لان كان ابليكيو نفس لي زيكواسيون غير لي زيتا هما اللي كيختلفوا. بالنسبه لا ديرنيير كيسيون طلبوا منا اننا نحسبوا لي طرافو اي شالور ايشانجي بوغ توت لي ترانسفورماسيون سوبيت. دونك كيما قلت لكم اخواني غادي نحسبوا ان شاء الله لي طرافو في هاد لا فيديو هادي. وبالنسبه للاخوان اللي باغيين يكملوا التمرين حتى الاخر يحاولوا انهم يحسبوا لنا لي شالور ايشانجي ويخليوا لي لي ريزولتا ديالهم في الكومونتير ان شاء الله باش نكونفيرمي واش لي فالور اللي عندي هما لي فالور اللي تلاقيتهم. دونك لو ترافاي برودوي بار لو بروسيسوس اديابوتيك انتر ان ايتا انيسيال 1 اي ان ايتا فينال 2 فو. دونك كنظن اخوان اخواتي بان ما ليكسبرسيون ديال لو ترافاي كاع كنعرفوه. دونك دبليو في ايغالا موان لانتيغرال ديال بي دي دو في. ولكن في لو كا ديال لي بروسيسوس دونك اديابوتيك دي غاز بارفي عندنا ليكواسيون ديال لو ترافاي كنقدروا نحسبوها بهاد لانتيغرال اللي هو دي بي في على غاما موان زان. لان عندنا في هذه الحاله هذه لا فالور ديال لا بريسيون مي كيكون عندنا اون ترانسفورماسيون ادياباتيك كيكون لا فالور ديال ليكسبرسيون ديال 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 لو فوليوم سون دي فاريابل يعني ما كانش شي واحد من هاد لي دو بارامتر كيكون كونستون. وبالتالي كنخدموا
بلوس بهاد لانتيغرال اللي عندي هنا. دونك الا خدمنا اخوان اخواتي هاد ليكسبريسيون دونك تقدروا بعض الاخوان يقدروا يكونوا ديجا شافوا هاد ليكسبريسيون هادي وبعض الاخوان يقدروا يتاكدوا من هاد لانتيغرال هذا انطلاقا من لي كور ولا لا ريشيرش دونك على ويكيبيديا. دونك بالنسبه لابليكاسيون ديال هاد ليكسبريسيون ما بين ليتا 1 ليتا 2 وليتا 3 ليتا 4 غادي يعطينا زوج ديال لي فالور ديال لو طرافاي اللي هما 8756 جول وعندنا 16000.65 جول تفقي. دونك شنو هو اخوان اخواتي بالنسبه لو طرافاي في ما بين ليتا 4 و ليتا 1 عندنا واحد لا ترانسفورماسيون اللي هي ايزوكور دونك ملي كيكون عندنا لو فوليوم كونستون غادي يكون عندنا لو طرافاي ايغال ا 0 وبالتالي لو طرافاي ما بين ليتا 4 وليتا 1 ايغال ا 0. وبالنسبه لا ترانسفورماسيون اللي عندنا ما بين لو 2 و 3 عندنا ترانسفورماسيون ايزوبار وبالتالي غادي نخرج لا بريسيون من الانتيغرال يبقى لي غير بي 2 دونك موان بي 2 في 3 على في 2 وندير اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلاقى ان لا فالور ايغال ا موان 12048 جول. دونك بالنسبه لي سين دونك بالنسبه اخوانا اخواتي لي سين وبالنسبه لو شاك ترانسفورماسيون عندنا دو 1 ا 2 عندنا واحد لا كومبريسيون ادياباتيك ا ترافير دونك لو كومبريسور دونك هنايا غيكون عندنا واحد لو طرافاي غوسو. وبالنسبه لا ترانسفورماسيون دو 3 ا 4 عندنا واحد ديتونت ادياباتيك يعني هنايا غادي يكون عندي واحد لو طرافاي اللي هو بيردو متفقين. دونك هنايا لو طرافاي جيري بار لو كومبريسور وهنا عندنا واحد لو طرافاي اللي هو بيردو بار لو سيستيم. ولا حتى لهنا اخوان اخواتي غادي نكون وصلنا للنهايه ديال التمرين. نتمنى ان لا فيديو ما كانش طويل بزاف حاولت انني نهضر بالزربه كما لاحظتوا و استسمح الا كان شي فقره ما كانتش ما عطاتلاش الوقت ديالها باش نوضحها مزيان لكن خليو لنا ان شاء الله لي كومونتير ديالكم اخوان اخواتي غادي نحاول نتجاوب معكم. وبالنسبه للاخوان اللي بغاو يكملوا التمرين ويحاولوا يكالكوليو دونك لي شالور ايشونجي يخليو لي فالور غادي ان شاء الله نكونفيرمي لهم واش لي فالور اللي حسبتهم هما لي فالور اللي خرجوا ولا نحاولوا ان شاء الله نتناقشوا نشوفوا فاش كاين المشكل. دونك نتمنى لكم التوفيق اخوان اخواتي ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.